بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا، شلون الصحة، شو أخباركم؟ طلاب طب الموصل، أهلا وسهلا بكم أكاديمية العطاء الطبية. وياكم أخوكم الدكتور آيات فاضل، بكالوريوس طب وجراحة عامة، حاليا أنا طبيب تدرج من الأوائل على كلية الطب معدل 83. إن شاء الله راح أخذكم محاضرات الجراحة هالكورس والكورس الجاي، يعني مرحلة الرابعة، تمام شباب؟ فإخوان بداية يعني شوي كم حكاية أحكي لكم إياها. أنتوا أكيد يعني سمعتوا أو واحد حكاكم قبلي أنه المرحلة الرابعة راح تختلف اختلاف جذري عن المرحلة الثالثة. هي تعتبر الانتقال شباب من مرحلة البيزكس اللي شنتوا تأخذون بس محاضرات وبس أشياء ما لها دخل بالكلينيكال، يعني مو يم البيشنت، بس مجرد أشياء بيزكس نسميهن. انتقلت لمرحلة ثانية جدا مختلفة عن ذيش المرحلة، اللي هي مرحلة الكلينيكال، مرحلة الدوام العملي، مرحلة يعني الدور تتاخذ مادة بعد ما تنعاد عليك شباب، يعني راح تاخذون هسه الجراحة بعد ما تنعاد عليكم، واضح؟ يعني التهايب بين قوسين يعني معلومتك كطبيب راح تنحصر بهذين المحاضرات. لذلك شباب، لذلك المادة اصلا الفكرة من الكورس انه يبدي بالعطلة حتى تسيطر على المادة. ليش؟ لانه انت راح توصل للدوام ان شاء الله توصلون، واكيد مرة بيكم الضغوطات مال الدوام، يعني عندك محاضرة، عندك بعدين وراها امتحان، محاضرات الباطنية منا، الكميونيتي منا، النسائية جوز تاخذون ما اعرف كورسات مالتكم شنو هي بالضبط، كل كلية لها يعني فد مادة معينة، اطفال منا ما اعرف ايش قسم، طبيب هذا او الدكتور يعني يبلغكم انه عندكم امتحان فلان مادة فلان، يعني تصير عليكم شوية صعبة. فالفكرة من هالكورس شباب لازم انه بالعطلة نبلش حتى شنو، حتى نسيطر على المادة. وعليه لازم شنو، لازم من هسه نبدا نضبط لانه ما علينا ضغوطات. عندنا محاضرة موجودة، الفيديو راح ينزل لكم إن شاء الله على اليوتيوب وراح ينزل لكم هم بالجروب، على كيفك تجيب ورقة وقلم وشرح حلو راح يصير إن شاء الله، راح يعجبكم. والمادة راح تكون سهلة، محاضرات حلوة، محاضرات كلينيكال، محاضرات كل احنا سامعين بيها، مثلا اليوم محاضرتنا على الزائدة الدودية، ماكو واحد يمكن ما سمع بالزائدة الدودية، التهابها ايش راح يسوي لي، اوكي؟ حتى اكو ناس يمكن هسه تقول لي يقول لك الآلام هيش يصير عنده وهيش وعلاجها لازم عملية، يعني عندنا فد بيزكس معلومات عنها، خلينا نقول واضح اخوان. فاللي ارجو منكم تتابعون وياي وتكتبون وياي ملاحظات، ممكن اجيب انا ملاحظات من خارج الماده، يعني خارج المحاضره مالتكم، مجرد يعني تنوركم حتى تفهمون الماده، واضح اخوان؟ هسه بعد هذه المقدمه شويه، طبعا هاي المحاضره شويه طويله عندكم مسويها، انا ارتأيت ان اسويها جزئين، اليوم راح ناخذ الجزء الاول وان شاء الله بالايام الجايه راح ينزل لكم الجزء الثاني، واضح شباب؟ يلا بسم الله نبلش. learning objectives، الفكره من هذا السلايد شباب انه انا اريد من عندك تطلع من المحاضره شوفوا الـ aim to discuss pathology، يعني الباثولوجي يعني شلون يصير الديزيز، واضح؟ of the appendix include clinical investigation and treatment، يعني شلون راح تشخص الابندكس، ايش راح تدز انفستيجيشن، راح تعرف انت هذا اللي شكيت بي appendicitis شلون تدز انفستيجيشن، شنو هي اللي تحتاجها، ممكن راح نعرف التريتمنت بعدين وراها، شنو التريتمنت، شنو هي الميثود اوف تريتمنت، ايش راح ننطي، ايش راح نسوي له، كل هذا راح نعرفه بنهايه هذه المحاضره شباب، واضح؟ ذا فيرميفورم ابندكس، شنو معنى الفيرميفورم؟ الفورم يعني هذه كلمه فورم معناها شكل، الفيرمي معناها وورم، وورم يعني دوده، فهي شكل الدوده، لذلك شنو نسميها احنا، نسميها الزائده الدوديه، هذه اول شغله. The importance of vermiform appendix in surgery result، يعني شنو فائدة ليش جاي ناخذ الابندكس هذه، واضح؟ لأن هي اسمها vermiform زائدة دودية، قسم يقولون أنه ما بها function، قسم يقولون بها function قليلة، سرح ناخذها شوية بعد. زين شنو فائدتها بالنسبة للجراحين؟ هي بين قوسين الرزق مع الجراحين، واضح شباب؟ زين primary from its propensity of for inflammation which result in a clinical syndrome known as appendicitis، يعني ليش جاي ناخذها؟ لانه ممكن يصير بها التهاب، شوفوا نسبه التهاب يصير بها اللي هو نسميه acute appendicitis اللي هو محاضرتنا اليوم، يعني التهاب بالزائده الدوديه، هذه اول نقطه ممكن يصير بها تفيد الجراحين، يعني واضح؟ يعني من ناحيه السيرجري شنو اهميتها، ممكن يصير بها التهاب وهذا الالتهاب يسوي له acute appendicitis نسميه، اوكي؟ هذه اول نقطه. النقطه الثانيه acute appendicitis ليش مهمه بالجراحه؟ لانه هي الموست كومن كوز اوف ان اكيوت ابدومن. هذا مصطلح الاكيوت ابدومن شنو معناه شباب؟ اكتبوه وياي، هذا كلش مهم، راح يواجهكم هوايه. دائما تروح بالطوارئ يقول لك هذا عنده اكيوت ابدومن، هذا عنده اكيوت ابدومن، هذا عنده، شنو معنى اكيوت ابدومن؟ الاكيوت ابدومن اكتبوها ويا شباب. It is an pain, acute pain, acute pain in the abdomen not result from a trauma، يعني مو الكوز مالت تروما، مو واحد ضربك على بطنك وانت اجيت للطوارئ، فاذا هو acute pain not result from an
تروما، واضح؟ يعني مو ار تي اي، مو حادث، مو واحد ضاربك، مو واقع على بطنك، اوكي؟ ومن نقول اكيوت يعني معناها ايش قد؟ معناها اقل من اسبوع، اقل less than 7 days. زين، وشنو ممكن تكون هذه الكوزز؟ ممكن تكون الكوزز اكيوت ابندسايتس موضوعنا اليوم، ممكن تكون اكيوت دايفرتيكولايتس، ممكن اكيوت كوليسيستايتس انفلاميشن اوف ذا جول بلادر، يعني ممكن تكون انتستينال اوبستراكشن. المهم اي كوز خلال، يعني ممكن حتى الدياري هذا الابدومينال كرامب نسميه، اذا اجاك اكيوت اقل من 7 ايام هذا نسميه شنو؟ نسميه اكيوت ابدومين. فاذا هي الاكيوت ابدومين لازم تكون ألم بالبطن فجأة يكون اللي هو أقل من 7 أيام نسميه أكيوت، ولازم شنو؟ لازم يكون not due to trauma. هاي كلش مهمة، يعني مو واحد مضروب وجاك هستيك هذا ما نسميه أكيوت أبدومن، واضح شباب؟ زين، لذلك الأكيوت أبدومن تعتبر واحدة من الموست كومن أكيوت أبدومن تجينا بالطوارئ، واضح؟ إن يونج أدلت، شوفوا هنا لازم نركز هنا بالأدلت، أكثر شيء تجي بالأدلت أكثر شيء. هسه راح يقول لي ممكن تجيب الاطفال، اي ممكن تجيب الاطفال، بس نخلي غير ديفرنشال دايجنوستس وياها، نخلي مثلا الجاسترو انترايتس بالعاده بالاطفال اكثر شيء اللي هو الالتهاب مال الامعاء والمغص، واضح؟ فيجيك هو دياريا ويا شويه فيفر وشي، هذا بالاطفال اكثر شيء نخلي ببالنا هيك. بالاولد ايج هم نخلي ببالنا بغير اشياء، هسه راح ناخذهم بالديفرنشال دايجنوستس. فنخلي ببالنا انه الابندسايتس تجي بالعاده باليونج ادلت، الشباب اللي بعمرنا، واضح؟ او اللي اقل شويه تينيجرز، واضح؟ such as associated with symptom and sign have become a paradigm for a clinical teaching. وبنفس الوقت يقول لك هذه بما انه هي تعتبر الموست كومن كوز اوف اكيوت ابدومن تجينا بالطوارئ، فصارت خلينا نقول مثل المثال تنضرب حتى بالتيتشنج كتعليم، يعني واضح؟ زين، the most frequently perform urgent abdominal operation and it's often the first major procedure performed in surgeon in training. شوفوا شكل لك بما انه هي كلش كمان تعتبر واحدة من الموست كمان كوز اوف اكيوت ابدومن، فلذلك هي التريتمنت مالتها سيرجري، فصارت وياها الموست فريكوينتلي بيرفورم ارجنت ابدومينال اوبريشن، يعني اكثر عمليه طارئه نسويها احنا بالطب، واضح؟ كجراحين يعني. والدليل على هذا هسه اي واحد من عندكم شباب اذا واحد يداوم هسه بالمستشفى بالعطله، هواي طلاب يداوم بالعطله، يروح للمستشفى يروح يشوف الطوارئ الجراحيه، يروح يسأل المقيم يقول له كم كيس عندكم أبندكس اليوم؟ راح يقول لك 3-2، ما يوم يخلى الطوارئ من الأكيوت أبندسايتس اللي هي تريت مالتها شنو؟ سيرجري. لذلك صارت السيرجري مالتها اللي هي الموست كومن أرجنت أبدومينال أوبريشن، نسويها عملية يعني، واضح؟ It's often first major procedure performed by surgeon in training. جماعة البورد، طلاب البورد اللي تريننج استوهم، لأنه هي simple procedure، فأغلبهم هم يشتغلون أبندسايتس، يعني عملية أبندسكتومي نسميها removal of the appendix، كجراحين ابتدائيين يعني خلينا نقول طلاب بورد يتعلمون بالأبندكس، واضح شباب؟ خلوا بالكم هاي المعلومات. بعد النقطة الرابعة شنو فائدة الأبندكس أدفانس؟ شوفوا هذه المعلومة كلش مهمة، خالدكمها بالأحمر أنا. على الرغم من التطور والعلم والناس وصلت حتى سب أمريكا وصلوا روبوتك سيرجري، يعني السيرجري يسويها الجراح بإيده هيك، هو يعني ما يوصل يم المريض من بعيد على الكاميرا وروبوتك سيرجري. على الرغم من تطور الانفستيجيشن من جان السي تي جان الام ار اي جان الاخ الاخ الاخ، الا انه الدايجنوزز مات الابندسايتس بقى انه هو كلينيكال دايجنوزز، نسميه كلينيكال دايجنوزز. يعني شنو كلينيكال؟ كلمه كلينيكال يعني اقصد بها هيستوري اكزامينيشن اند اخر شيء الانفستيجيشن، بس المين اللي هي الهيستوري والاكزامينيشن، واضح شباب؟ يعني بالهيستوري والاكزامينيشن راح تتشخص ابندسايتس بدون لا حتى توصل لمرحله الانفستيجيشن، واضح شباب؟ هذا نقصد به كلينيكال دايجنوسيس. وهي من الجراحين حسب خبرته، يعني هو عنده خبره، بس ياخذ هيستوري من المريض وراح يقول له تمدد خليه يفحصه، كيف حس بطنه شيء؟ يقول لك هذا ابندسايتس دخلوا عمليات. هاي معناها الكلينيكال دايجنوسيس. بشوف شو يقول لك ادفانس ان مودرن راديوغرافيك ايميجينج، على الرغم من تطور الايميجينج اللي صارت، هاف امبروف دايجنوستيك اكيورسي، اللي طورت للدايجنوستيك اكيورسي بهواي ديزيز. يقول لك هاوفر ذا دايجنوستيس اوف ابندسايتس ريمين اسينشالي كلينيكال، نخليها بين قوسين اسينشالي كلينيكال، اكثر شيء على الكلينيكال حسب خبره الجراح والفحص مالته، واضح؟ ريكوايرينج ا ميكستشر اوف اوبزرفيشن كلينيكال اكيومن اند surgical science and such as its remain an enigmatic challenge and remain the of art of surgical diagnosis. شوفوا هي art of surgical diagnosis، يعني هو مثل الفن، يعني حسب الجراح ذكائه، واضح؟ يقدر يشخص بدون لا يروح investigation، واضح اخواني؟ although more much more uncommon the appendix also has a propensity to formation of a tumor،
which despite being disseminated widely with dramatic clinical consequences. النقطة الخامسة أهمية الأبندكسايتس بالجسم أنه هي صحية أنكمن أنه بالأبندكس هذا الأبندكس مالتنا يصير شنو؟ طبعا هنا السيكم هي متصلة بالسيكم اللي هو البارت أوف لارج انتستين. هنا شي يصير عندنا العفو هذا الأبندكس ومنه هذا السيكم. هنا شي يصير عندنا يصير growth over growth نسميه تيومر يعني سرطان نسميه أوكي تيومر هذا اللي هو ممكن يكون مالجنت تيومر وتعرفون شو الفرق بين البلاين والمالجنت من قول بناين يعني حميد يعني ما يصير بي انفيجن ولا يصير بي ميتاستاسيس شرط أنه نسميه كارسينوما أو كانسر نسميه أو نسميه مالجنت يعني خبيث عنده شغلتين أول شيء الانفيجن ثانيا الميتاستاسيس الانفيجن يعني هو لوكال انفيجن يتفرع يمشي باللوكال سايت مالته بينما من نقول ميتاستاسيس يعني يروح الديستنس سايت واضح شباب يعني ممكن يروح للبرين ممكن يروح لللانج ممكن يروح للليفر واضح فالمهم يقول لك بعد اهميه الابندكسايتس او اهميه الابندكس بالجراحه ممكن انه يصير بها تيومر صح هو ان كمان نسميه شنو نسميه كارسينويد تيومر اكثر شيء هو الموست كومن كارسينويد تيومر واضح شباب هذا كارسينويد تيومر هذا ممكن يصير وين بالابندكس لذلك هي مهمه بالجراحه لان هذا ممكن شنو بعدين ممكن يروح يسوي لنا انفيجن ويسوي لنا ميتاستاسيس والبيشنت ممكن داي واضح يعني تيومر مالجنت تيومر واضح اخواني فهذه هي يعني اهميه الابندكسايتس او الابندكس بالنسبه للجراحين اوكي شباب هسه راح نجي السؤال كلش مهم واكيد احنا بيناتنا جاي نتساءل نقول اذا هي الابندكسايتس هي اسمها زائده دوديه ليش الله خلقها؟ شنو الفانكشن مالتها؟ ماكو فد شي رب العالمين خلقها هيك اعتباط حاشا لله وانما شنو؟ الابندكسايتس او الابندكس بشكل عام شوف حتى هنا هاي الصوره الابندكس جاي تقول له تروح للسايكاتر للطبيب النفسي تقول له انا شنو وظيفتي بالحياه؟ وظيفتها بالحياه شباب شوفوا بوث اميون فانكشن اند مينتيننج ذا جت مايكرو بايوتا المايكرو الجت ما جت يعني الانتستين المايكروبيوتا اللي هو النورمال فلورا سامعين كلمة نورمال فلورا بالمايكروبيولوجي ماخذيها العام اللي هي البكتيريا البناين اللي هي مصنعة بالجسم موجودة نورمال فلورا هاي تحافظ عليها او تكون فد مكان فد خازنة فد خلينا نقول فد ستور لها الابندكس النقطة الثانية اللي هي الاميون فانكشن يعني شنو اميون فانكشن شنو مثلا الابندكسايتس او الابندكس العفو بها تطلع خلايا مناعيه هي ما تطلع خلايا مناعيه وانما شنو تطلع لي اميونوغلوبولين اللي هو اي جي اي هذا الاميونوغلوبولين هذا عباره عن انتي بودي يهاجم اذا مثلا بكتيريا دخلت للجسم اللي هو الانتيجين نسميه البكتيريا نسميها انتيجين وهذا انتي بودي اللي هو نوع اي جي اي هذا وين موجود بالابندكس واضح شباب بعد بيها شنو بيها الليمفاتيك تيشو الليمفاتيك تيشو اللي هي تكون مخازن للخلايا المناعيه واضح اخوان هذه هي بشكل عام اكتشفوا انه هو هذا وظيفه الابندكس يعني بس اذا شلنا الابندكس البيشنت ما راح يصير اميون كومبرمايز اذا معناها انه هي مو هي الشيء الرئيسي بالمناعه مالتنا وانما هي تساهم بجزء بسيط بالمناعه مال الجسم واضح اخواني هذه هي الفانكشن مال الابندكس ذا بوتيتيف رول اوف ذا ابندكس ان ذا باثوجينيسيس اوف ألسراتيف كولايتس طبعا لها علاقه بعمل بمرض يسموه انفلاماتوري باول ديزيز اي بي دي اللي هو نوعين اكو نسميه السراتيف كولايتس وكرونز ديزيز شافوا انه السراتيف كولايتس الابندكسكتوم يسيم تبي بروتكتيف يعني من وخر الابندكس تسوي لنا بروتكشن مين من السراتيف كولايتس بس هي بالعكس بالنسبه لمن بالنسبه للكرونز ديزيز لا ممكن تكون هي سبب للكرونز ديزيز واضح هذه فد يعني فد ارتكلز او فد دراسه ما متاكدين من عندها يعني مو فد شيء مهم فور اكزامبل مي بي اكسبلين باي اتس انتراكشن وذ انتستينال فلورا اند جت اميون فانكشن واضح شباب هذا هو يعني بشكل عام الفانكشن مال الابندكس لما نجي للاناتومي يعني خلينا نقول التشريح مالتها وين صايره بياموكا لازم نعرفها الفينوم فور ابندكس از بريزنت اونلي ان هيومن سيرتين انثروبوت ابس يعني اكثر شيء بالانسان يعني بالحيوانات ما موجوده ات از ا بلايند ماسكولار تيوب شوفوا هي عباره عن تيوب فتشي دائري هذا هو الابندكس وذ طبعا شنو هي امتداد للانتستين هي كانما انتستين بس صغيرونه واضح شباب فاذا الانتستين اكيد بها شنو بها اكو ماخذين بالهستولوجي اكو ميوكوزا واكو سابو ميوكوزا واكو ماسكولاريز واكو ادفنتيشيا اخر شيء او سيروزا نسميها واضح فاذا هي بها طبقات اخواني اول طبقه هذه نسميها الميوكوزا ثاني طبقه اللي جواها سب ميوكوزا يعني اسفل الميوكوزا
الميوكوزا اللي هي الغشاء المخاطي مالتها يعني من جوا اذا اريد نشوفه واضح. بعدين ناخذ شنو الماسكولارس هاي الخضره، واخر شيء الصفره اللي هي الادفنتيشي او السيروزا واضح. فهي بها ثلاث اربع طبقات العفو واضح اخوان. زين مورفولوجيكلي كشكل يعني it is the undeveloped distal end of the large cecum found in many lower animals. يعني هي يقول لك هي هذا مو سيكم، يقول لك جزء من عده هذا طلعت هيك مثل الزلومه اندر ديفلوبد ما تطورت ما كبرت ويا 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 السيكم، سميناها ابندكس واضح. At birth the appendix is short and broad. اول ما ينولد الطفل تكون صغيرونه وتكون شنو برود واسعه. هذه كلمه البرود الواسعه هذه حفظوها شباب، بعدين راح اسالكم عليها او راح نرجع لها. هذه من ناخذ الكوزز مات الابندسايتس واضح. At its junction with the cecum يعني مكان الاتصالها بالسيكم يكون برود واسع، يعني هذا السيكم هذا كلش واسع من هنا يعني كأنما هيج صايرة، هذا اتصالها من هنا يكون واسع مو مثل بالأدلت تكون كلش نارو، لذلك بالأدلت تصير الابندسايتس أكثر من الانفانت واضح. زين but differential growth of the cecum produce the typical tubular structure by about the age of 2 years. يعني من يكبر شوية الطفل تاخذ شكلها النهائي بالسنتين واضح شباب. during childhood اثناء فتره الطفوله continued growth of the cecum commonly rotate the appendix into the retrocecal and intraperitoneal position. شوفوا شباب الجروث مال السيكم هذا يبدي يكبر السيكم هذه الابندكس، من يبدي يكبر يكبر شوي شوي الابندكس وين تروح؟ تروح ورا تصير retrocecal اللي هو الموست كومن سايت لها للابندكس. يعني هي صح وطالع من عندها من هنا بس هي وين مفتر هيك صايره كانما من ورا جايه واضح. نسميها ريترو يعني ريترو خلف السيكم واضح اخوان، اللي هو الموست كومن سايت. هسه راح ناخذ السايت بالسلايد الجاي. In approximately one quarter of cases rotation of the appendix does not occur resulting in pelvic subcecal paracecal position. اوكي occasionally the tip of the appendix become extraperitoneal lying behind the cecum or ascending colon. هذا الحكي اللي نقصد عليه. شوفوا شباب الابندكس مكانها شوي غثيث صح، هي لاتشة من جوا بالبيس مالتها القاعدة لاتشة بالسيكم، بس التب اللي جوا يعني هذه الدندولة هذه وين راح تروح؟ ممكن تروح ورا السيكم، ممكن تروح بيلفيك تنزل لجوا للبيلفس، ممكن تروح سب سيكل لجوا هنا بس مو للبيلفس، ممكن تروح للإليم نسميه بوست إليال وبري إليال واضح شباب. ممكن تروح بصف الـ هذا صف السيكم فسميها بارا، بارا يعني بجانب واضح شباب. فاذا هي بها هواي اناتوميكال فاريشن نسميها. شو نقصد بالاناتوميكال فاريشن؟ يعني ديفرنت سايت مكانات مختلفه حسب شنو؟ حسب قلنا حسب الروتيشن اللي يصير حسب كل انسان والروتيشن مالته. يعني واحد من يكبر السيكم من يبدي يكبر يطول وحده تروح جوه تروح ريتروسيكل، ممكن تروح بس الموست كومن سايت اللي هو الريتروسيكل هذا 74%. هذه هو هذا الابندكس اللي نقصد عليه. شوف هذا النقطيها يعني خلف السيكم صايره وراها واضح. ممكن لا تنزل وين تروح؟ قلنا تنزل بالجوه نسميها سب سيكل، سب يعني اسفل السيكم بنسبه 1.5%. ممكن وين تروح؟ تنزل لجوه. وين تروح؟ تنزل بالبيلفس. تروح وين؟ تروح يم الركتم، هذا الركتم من الخروج يطلع. فشو تسوي؟ تسوي الروتيشن للركتم اذا صار بها انفلاميشن فيجي البيشنت دياريا واضح شباب. هذا البيلفس تنزل 21%، هي تعتبر سكند كمان سايد فور ابندكس. فاذا ريتروسيكل سبسيكل بيلفيك اكو هذا اللي تدرون انتم هذا الاناتومي مالتنا، هذا الاليوم مو الاليوم متصل بالسيكم، فممكن تكون قدام الاليوم قدام من تريد تفتح هيك تفتح صير قدامه نسميها بري اليال، بري يعني قبل الاليوم. ممكن لا تكون وراه، شوف هذه النقطه يعني خلفها بوست اليال يعني ورا الاليوم واضح شباب. ممكن قلنا تروح تصير بجانب السيكم يعني من هنا جاي شوفوا هذه نسميها باراسيكل واضح شباب. فاذا اكو شنو هسه اول معلومه استفادينا من عندها انه الابندسايتس عباره عن ماسكولار تيوب بيها فور لاير واضح شباب، بيها ديفرنت سايد اكوردنج تو شنو؟ تو ذا ديفلوبمنت اوف ذا سيكم حسب الروتيشن مالته اللي تصير واضح. فالموست كمان سايد خلوا ببالكم اللي هي الريتروسيكل واضح شبابنا. هذه كلش مهمه المعلومه تفتهموا اياها واضح. ليش؟ لانه الديفرنت سايت مال الابندسايتس اكاونت فور ديفرنت برزنتيشن، يعني ابو البلفيك يختلف البرزنتيشن مالته عن الريتروسيكل واضح. هسه راح نعرفهم بعدين نهايه المحاضره. فهمناها شبابنا يعني؟ يلا ان شاء
شغلات رير مرات rarely يعني فشي نادرا. The cecum does not migrate during development to its normal position. يعني احنا من نريد من شلنا بطن امهاتنا يصير اكو نسميه embryological life اللي هي الحياة يعني في بطن الام. تبدأ الأورغانز تبدأ تتكون بالعادة الجات مالتنا أو خلينا نسميها الانتستين تكون طالعة برا الجسم، وبعدين من يصير بها ديفلوبمنت ترجع لداخل الجسم. إذا ما أخذين الامبريولوجي مات الجات من تدخل بداخل الجسم كل مكان يروح يعرف مكانه وين، يعني السيكم يروح وين، يروح بالجهة الرايت هذه، الاستندين كولون العفو الديستندين كولون يروح بالليفت، السيجمويد بالليفت، وهكذا. مرات ريرلي في أشياء رير يصير خلل بهذه العملية، فالسيكا ما يروح للنورمال سايت اللي هو الرايت سايد، وين يروح؟ يروح بالرايت أبر كوادرنت، يروح يصعد هنا، فالأبندكس سيالات شبي فهم تروح تصير هنا. ممكن لا، ممكن يروح بالليفت، يشتبه السيكا يروح يصير بالليفت، فالأبندكس وين يصير؟ بجهة الليفت. واضح شباب؟ هذا نسميها فتخلل يصير بالإمبريولوجيكال لايف. شوفوا the appendix can be found near gallbladder فوق هنا، or in the case of intestinal malrotation. malrotation قلنا يعني الانتستين بدل ما السيكم يروح للرايت والسيجمويد يروح للليفت، هنا بالعكس يفتر نسميه malrotation يعني خلل بالروتيشن. in the left iliac fossa causing diagnostic difficulty of appendicitis develop. من يصير بها appendicitis هو الانسان ما يدري بروحه عند الابندكس صايره باليسرى، فيدوخ بها الجراح يقول لك وين اكو appendix باليسرى. واضح شباب؟ فهذا هي هاي معلومة عنا، واضح نفتهمها. The position of the base of the appendix is constant. يعني هاي بديهية شباب، ما يحتاج يعني واحد هم هذا MCQ هم دائما يجي يقول لك البيز مال الابندكس هي ممكن تكون رتروسيكال سبسيكال ما أدري شنو، يريد يشبهك. مو البيز شباب، هذا البيز القاعدة، هذا التب الجو. احنا من ساعة من نحكي التب هو يكون رتروسيكال بوستيكال ما أدري شنو، وانما البيز هو ثابت، هو لاطش بالسيكم، هاي منتهين معناتها. فهذا كمعلومة لنا نفتهمها. واضح شباب؟ شوفوا being found in conflicts of the three tenia colli of the cecum which is first to form the outer longitudinal muscle coat of the appendix. ها هنا هسه شوي إرادنا شوي حكي. شوفوا شباب، احنا قبل شوي حكينا قلنا انه من نريد نطوب داخل الابندكس راح نشوف اكو ميوكوزا، واكو شنو وراها؟ وراها سب ميوكوزا، وراها شنو؟ موسكولاريس، وراها اخر شيء ادفنتيشيا. الموسكولاريس هذه الموسكولاريس اللي لونها ازرق اكو نسميها انر يعني اللي بالداخل، يعني من جهة الداخل بهذه الجهة انر سيركولر صايرات بشكل دويرات، اوتر لونجيتيودينال هيك صايرات منها اوتر لونجيتيودينال. هذان الاوتر لونجيتيودينال مال كل الاجزاء يتجمعن يطلعن كلش للاخير عبر الادفنتيشي، يعني هنا يصيرن. شي سوى لي فتخاط هيك صاير بالنص مال الابندكس نسميه تينيا كولاي. تيني شنو؟ كولاي اللي هو هذا، جاي تشوفون صورته، هذا نسميه تيني كولاي او نسميها فري تيني. هذه يعني شنو؟ من جايه هذه جايه من الاوتر لونجيتيودينال مصل، يعني توزيع المصل بالبدايه سيركولر، من تتقدم شويه صرن شنو؟ صرن خطوط طوال، من يتجمع الكليتين صار اللي في الضبه هيك خاط نسميه شنو؟ نسميه تينيا كولاي من برا من نشوفها. هذه التينيا كولاي بيش تفيدنا شباب؟ جاي شوفون، بس شوفوا ياي، هي امتداد للابندكس. هسه واحد يقول لي ايش راح استفاد من عندها؟ انا اقول لك ايش راح تستفاد. انت من راح تفتح بطن المريض تريد تدور على الابندكس تريد تندلها، ايش راح تسوي؟ راح اول ما تطلع لك الباول قدامك، هذا السيكم يطلع لك. زين ايش مدرك انت وين تندل الابندكس وين صايره؟ انا اقول لك ايش تسوي، تجيب هذا التينيا تتبعها هيك تحسها بايدك، وهي التينيا بنهايتها راح تلقى الابندكس. واضح؟ فتصير هي شنو؟ كقايد. قايد يعني شنو؟ يعني فالدليل للجراح حتى يندل الابندكس، حتى يلقفها حتى يقصها. واضح شباب؟ هذه معناها، هذه الفكره من هذا السلايد فهمناها شباب. هذه هي التينيا كولاي اللي هي لونجيتيودينال مصل، اللي هي مؤلفه لونجيتيودينال مصل ما تباول كليتها متجمعات بالاخير او بالنهايه صارت لونجيتيودينال بارت. واضح شباب؟ زين قلنا هذه at operation. شوفوا أثناء العملية use can be made of this، يعني التينية to find elusive appendix as gentle traction of on the tinea، يعني تلزم التينية هي شيء على كيفك، particularly the anterior tinea اللي قدامك هذا جاي يشوفها will lead to operator to base of the appendix، توجهك على البيز، وقلنا البيز هو ثابت. واضح شباب؟ وراح تلقف الابندكس طلعها تقصها.
فهمناها اخوان، هذه هي فوائد التينيا كولاي، فهمناها يعني. بعد شنو هسه احنا كلنا بالاناتومي جاي نحكي شباب، بعد شنو بالابندكس ارد افتهمه، افتهم انه بكل الباول، بكل الباول مالتنا اكو فد شيء يسموه زنتري. مازنتري يعني شنو مازنتري؟ هو عباره عن تيشيو. تيشيو هذا شنو التيشيو؟ هذا لازم الباول من ورا هيك، من ورا مجلب بيها. يعني شلون هذا ستو ما سالتوا فد يوم نفسكم قلتوا هذا الترانسفيرس كولون ليش هو صاعد فوق هنا هيك هنا وثابت بمكانه؟ ليش ثابت؟ خوي يهدي اليوقع غيرك فد شيء مشلبين من ورا. هذا الفد شيء مشلبين من ورا نسميه مازنتري. مازنتري شنو فوائد المازنتري؟ هو عباره عن بطانيه، مثل البطانيه مشو شنو نسوي مشلب بالباول، كل انواع الباول هم مشلب بها، بالترانسفيرس كولون، بالاسيندينج، بالديسيندينج، بالسيجمويد، وين ما كان راح تلقاه. بس كل واحد له فد يعني كل منطقه له فد اسم معين، واضح شباب؟ مثلا بالترانسفيرس كولون نسميه ميزو كولون، واضح؟ بالابندكس نسميه ميزو ابندكس، واضح شباب؟ شنو فائدته هذا المازنتري؟ المازنتري عباره عن طبقتين، طبقه فوق وطبقه جوا، بنصهن شنو يمشي؟ يمشي البلاد فيزلز. هذا المازنتري، هذا البلاد فيزلز يمشي الارتري. الليمف نود موجوده هنا، الليمف نود متجمع هنا بالهذا. النيرف هذا النيرف هم يمشي بيه، واضح؟ يغذي هذه المنطقة. فهمناها أخواني، هذه فوائد المازنتري. الأبندكس بيها مازنتري نسميه ميزو أبندكس. جاي تشوفون هذا المازنتري، هذا اللي لازم السيكم قلنا لازم أجاره من وراء. هاي الأبندكس ما خليه هيك فري، وإنما شنو أكو بيها؟ تشوفون هذا اللون أصفر بداخله شنو أكو؟ أكو بلاد فيزلز، هذا جاي يمشي، واضح شباب؟ اللي هو شنو اسمه البلاد فيزلز اللي يغذي الأبندكس نسميه appendicular artery. هسه راح ناخذ من جاي بالسلايد الجاي، واضح شباب؟ إذن the mesentery of the appendix or meso appendix سميناه قلنا كل منطقة لها في التسمية arise from lower surface of mesentery of terminal ileum، يعني من الترمينال ileum، هذا هو نفسه مجرور شوية مسحوب ساحب الappendix، واضح شباب؟ شنو هو البلاد سبلاي مال الابندكس؟ هذا كلش مهم. هسه راح واحد راح يقول لي ليش انت جاي تاخذ هذا البلاد سبلاي؟ راح اقول لك يا اخوي احنا من نريد نسوي تريتمنت حتى نشيل الابندكس، لان علاج الابندسايتس هو ابندسكتوم، لازم نوخر الابندكس، لازم نوخر البلاد فيزلز مالتها. شنو هو البلاد فيزلز مالتها؟ ابندكولار ارتري. الابندكولار ارتري اللي هو هذا جاي شوفوه اللي قلنا عليه يمشي بالميزو ابندكس يغذي الابندكس نسميه اند ارتري. يعني شنو معنى اند ارتري؟ يعني بس هو الارتري الوحيد اللي يغذيها، ماكو ويا انستيموسز، ماكو ويا افرع ثانيه. فاذا هو اذا صار بيه نكروسز او صار بيه ثرومبوسز معناه الجزء اللي يغذي راح يموت. فهمناه شباب؟ هذه معنى نسميه اند ارتري، واضح؟ زين باخذ الدور من جاي هذا الاند ارتري. تعرفون احنا عندنا ايورتا، خلي الرجعه للام، من جاي هذا الايورتا، هذا الايورتا كبير. الجي اي تي مالتنا الجهاز الهضمي يتغذى عن طريق ثلاث برانشات، ثلاث رئيسيات. اول واحد سيلياك ترانك نسميه سيلياك ترانك. الجزء الثاني نسميه سوبيريور مازنتريك ارتري، راح اسميه اس سوبيريور مازنتريك اي اس ام اي سوبيريور مازنتريك ارتري، واضح؟ الاخير اللي هو انفيريور مازنتريك ارتري، هذا inferior mesenteric artery. اذا حتى تعرفون من جاي الاناتومي مالتنا. احنا اليوم موضوعنا الابندكس، من طالعت لي من هذا superior mesenteric artery من فوق اللي هو هذا superior mesenteric artery، هذا جاي من الايورتا، واضح؟ هذا همات بي برانشات superior mesenteric artery، برانش نسميه اليوكوليك. يعني شنو اليوك؟ من اسمه اليو يعني يروح يغذي لي الاليوم، الكوليك يعني بدايه الكولون، واضح؟ اليوكوليك هذا اليوكوليك artery. خلينا نوخر الرسم، هذا اليوكوليك ارتري يعطيني هذا اول برانش. هذا الاليوكوليك ارتري هم بي برانشين ثانيات، واحد قدام السيكم، واحد ورا السيكم، واضح؟ هذا اللي ورا السيكم، وهذا اللي شنو العفو، هذا اللي ورا السيكم هذا، وهذا اللي انتيرير سيكم، ايه هذا، اوكي؟ قدامكم هي الصوره واضحه. البوستيرير سيكل من عنده يطلع برانش نسميه ابنديكولار ارتري، واضح؟ فاذا رجع لي اياها، ايورتا سوبيريور مازنتريك ارتري، اليوكوليك ارتري، بوستيرير اليوم، اوكي، او سيكل العفو، ابنديكولار ارتري،
هذا واضح شباب. هذا هو الـ وطبعا نعرف هذا appendicular artery is an end org end artery واضح، يعني ماكو ويا انستموسس ثانيه واضح اخوان، يعني معناها اذا صار بي فد مشكله الاورغان اللي يغذيه راح يتاذى راح يصير بي نكروسس بعد ما يجي بلاد لان ماكو طرق ثانيه حتى توصل بلاد، بس هو هذا نسميه end artery واضح شباب. هذا فد معلومه ان نفهمها. هسا اخذنا الجروس اناتومي يعني بشكل الخارجي مالتها، قلنا مين مؤلفه تينيا كولايل ما اعرف ايش كلهم حكيناها، اخذنا البلاد سبلاي. هسا ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ الميكروسكوبك اناتومي، يعني من اجي افتح الابندكس واحطها جوا الميكروسكوب ايش راح اشوف. ذا ابندكس فاريز كونسيدرابلي ان لينث اند سيركمفرنس، بالعاده اللينث مالتها 7.5 الى 10، يعني الطول مالتها 7.5 الى 10 اوكي. ذا لومن از ايريجولار، there are multiple longitudinal fold of a mucous membrane lined by columnar cell intestinal mucosa colonic of colonic type. يعني هاي جينا فتحنا الابندكس شفناها هذا اللومن مالتها، هذا من الميوكوزا اللي قلنا عليها قبل شوي. الميوكوزا بالعاده تكون irregular، شوفوا شوي irregular التايب مال الميوكوزا اكيد لازم نعرفه، اللي هو نفسه نسميه intestinal type of mucosa اللي هو الكولومنر ابيثيليوم نفسيته شباب واضح، لان هي امتداد للانتستين. هذه اول نقطه. هذان الصعدات والنزلات نسميهن كريبت. كريبت يعني شنو؟ اخاديد. هذه الاخ شوفوا كريبت ار بريزنت بت ار نوت نيومرس، مو كلش هواي واضح. ان ذا بيس اوف ذا كريبت، بنهايه هذا الكريبت، هذا بنهايته هنا هيك نهايه الكريبت، شنو اكو؟ اكو نسميهن ارجنتافين سيل. ارجنتافين، كلمه ارجنتافين جاي من كلمه يعني مثل صبغه الفضه، لون فضي. ليش؟ لما انت من نحط لها صبغه تطلع لونها فضي، فسموها ارجنتافين سيل. اللي هي هذا شنو هي هاي؟ which give rise to the carcinoid tumor. تذكرون من حكينا من ساعه قلنا ممكن الابندكس يصير بها تيومر، يعني يصير بها مالجنت تيومر، يعني سرطان اي ممكن، بس قلنا فتشي كلش رير. منين يطلع؟ سميناه العفو سميناه كارسينويد تيومر. منين يطلع هذا الكارسينويد تيومر؟ يطلع من هذني الخلايا اللي هي خلايا هذه نسميها نيورو هرمونال سيل. نيورو هرمونال، نيورو هرمونال يعني شنو؟ يعني تطلع هرمونات ان ريسبونس تو نيرفوس ستيمولاي، تجي هالستيمولاي تقدر تطلع هرمونات، تطلع فد هرمونات معينه واضح. فهذه الخلايا وين موجوده؟ بالبيس مال الكريبت اللي وين موجوده؟ بالميوكوزا واضح مالت الابندكس. شو راح تعطيني؟ راح تعطيني كارسينويد تيومر واضح شباب. فهمناها اخواني، هذا كلش مهمه. الكارسينويد تيومر ممكن يطلع باذر سايت، ممكن يطلع بالليفر، ممكن يطلع بالركتم، بس الموست كومن سايت الى هي الابندكس. ليش؟ لانه موجوده هذين الخلايا بي واضح شباب. The appendix is the most frequent site for carcinoid tumor. حكيتها قبل شوي، هي الموست كومن، ممكن يروح بغير مكانات، ممكن قلنا الليفر ركتم. which may present with appendicitis due to occlusion of the appendicular lumen. اللي هي يعني معناها يقول لك هو التيومر، تيومر نفسه هو يسوي لي appendicitis، فانت من تريد تشخصها ما راح تعرف هاي تيومر الا لما شنو؟ لما تفتحها وتقصها وتدزها هيستوباثولوجي راح يقول لك هاي تيومر بيها. فهمناها شباب؟ يعني هي تجيك بشكل appendicitis تعتبرها appendicitis واضح؟ ليش؟ لان يسوي occlusion للومن. هسه راح نعرف الباثولوجي واضح. The submucosa contain numerous lymphatic aggregations or follicles. هاي حشيناها قبل شوية. submucosa اكو بيها شنو؟ اكو lymphatics aggregation اللي تحتوي على الخلايا المناعية وهاي الشغلات. which no change immune function result from appendicectomy. قلنا ما من راح نسوي appendicectomy انقصن ما راح تتأثر immune function، معناها هي مو فد شيء كلش مهم كاميون يعني. lymphatic tissue in the appendix of young seem to be important in etiology of appendicitis. اوكي، ممكن حتى هذن lymphatics اللي قلنا عليها الaggregation اذا واحده التهبت وكبرت كلش راح تسد لي اللومن، تسوي لي ابندسايتس همات واضح. هسه راح نجي شباب الموضوعنا اللي هو كلش مهم، اللي هو الاكيوت ابندسايتس، يعني انفلاميشن اوف ذا ابندكس. ليش جاي يصير انفلاميشن؟ شنو هي الموست كومن ايج جروب يصير بيها؟ كلها راح ناخذها هسه وراح نفتهمها. ذا انسيدنس اوف ابندسايتس سيم تو هاف ريز جريتلي ان ذا فيرست هالف اوف ذس سنتري. يقول لك زادت نسبة الابندسايتس بارتكولاري بالأوروبا أمريكا أنت أستراليا. 16% of population undergo appendicectomy. شوفوا هذه في النسبة كلش كبيرة أخوان، 16% من العالم كليته مسوين appendicectomy. وجزء حسنا أنتوا واحد من عندكم أو في 5-6 اللي جاي يشوفون الفيديو مسوي appendicitis، يعني مسوي appendicectomy العفو شايل appendix واضح. In the past the 30 years the incidence has fallen dramatically in these countries such as the individual lifetime risk of appendicectomy 8 إلى 6 and 6.7 among male and female respectively. Okay.
acute appendicitis is relatively rare in infants. هذا شوفوا هذه المعلومة اللي قلت لكم عليها من ساعة. الأطفال من قلنا عليهم كلمة broad تذكروها ليش؟ لأنه البيز مات الأبندكس بالأطفال تكون وايد، فهذه مستحيل يصير بها obstruction هنا ويسوي الأبندسايتس، لأن هو أصلا راح نأخذ the most common cause of appendicitis أكو obstruction بالبيز مارت هذا تنسد الأبندكس بسبب فيكوليث يعني فد هاردست تول أو بسبب تيومر أو بسبب الليمفاتيكس أو بسبب أي شيء يعني أو بسبب دودة أوكي تدخل هنا وتسد المنطقة فيصير عندنا أبندسايتس. هذول الأطفال هذه وايد وايد يعني إيش ما يصير بها في شيء ما راح يسدها أوكي فتكون رير and become increasingly common in young children and early lifetime reaching the peak incidence in teens and early 20s. هذا كلش مهم خلي بالنا بهذا ايامها اوكي okay. The most common age group teens and early 20s يعني 14 لحد ال 20 هذا هو most common خلينا نقول age group affected by appendicitis. يعني معناها اذا جانا واحد 60 سنه اقول هذا مو appendix لا شباب، بس اذا جانا 60 سنه افكر بغير ديفرنشال دايجنوسيس، بس اذا شخصت هذا ابندسايتس وهو عمره 60 سنه يو شود اكسكلود سيكل ماس. اوكي هذا شنو معناه السيكل ماس؟ هذا السيكم وهذا الابندكس. هنا اكو تيومر هنا بالسيكم، تيومر اجى وصل هنا سد للابندكس سوى بها انفلاميشن. فاذا جاني رجال كبير افكر هذا مو اكيد ابندسايتس عاديه وانما اكو وياها فد مشكله ثانيه يو شود اكسكلود سيكل ماس. اوكي After middle age, the risk of developing appendicitis is quite small. يبدي يقل شوي شوي. The incidence of appendicitis is equal among male and female before puberty. قبل لا يصير بلوغ، الميل والفيميل مستويات. In teens, teenagers, عفو, a young adult, the male and female ratio increases to 3-2. يعني تكون بالميل أكثر. 25. Therefore, the greater incidence in male decline. وراها الدور يبدي يقل بالميل. واضح؟ etiology الاسباب ليش جاي يصير الالتهاب مال الزائده الدوديه. The acute appendicitis decrease by dietary fiber and increase by consumption of refined carbohydrate. اوكي يعني الجماعه اللي ياخذون refined carbohydrate ممكن يزداد عندهم الريسك. طبعا هذني كلهن مو documented وانما هذني دراسات شباب، يعني شافوا هاي النسبه بها اكثر هاي النسبه بها اقل. For poor countries that are adopting more refined western type diet the incidence continues to rise. شافوا ذن الدول اللي ياخذون ريفايند كربوهيدرات يزداد عندهم الريسك. This is in contrast to dramatic decrease in the incidence of appendicitis in Western countries observed in the past 30 سنة. No reason have been established for these paradoxical changes. شوفوا يقول لك ماكو سبب، يعني مجرد هي في الدراسات شافوها. بعد improve hygiene and a change in pattern of childhood gastrointestinal infection related to the increase use of antibiotic may be responsible for these paradoxical improve hygiene and يعني تطور النظافة زادت خلينا نقول and change in pattern of childhood gastrointestinal infection related to increase use of antibiotic. الأطفال ذول اللي دائما يصير عندهم gastroenteritis يصير عندهم إسهال إسهال وتقيؤ ما أدري شنو يأخذون دائما antibiotic فزاد عندنا شنو تغيرت النورمال فلورا مالت الجسم مالتنا. واضح تعرفون النورمال فلورا هي موجوده وين؟ موجوده بالسمول انتستين او باللارج انتستين. دائما هذا اللي ياخذ انتيبايوتيك يقضي على هذه النورمال فلورا، يعني هذا الانتيبايوتيك يقضي على النورمال اللي هي نورمال فلورا ويقضي على الباثوجينيك بكتيريا اثنيناتهم، فراح ياثر هم ما تاثر شافوا انه له تاثير. واضح بكتيريال بروليفريشن وذين ذا ابندكس نو سنجل اورجانيزم از ريسبونسبل A mix of growth of aerobic and anaerobic organism is usual. يعني يقول لك هي aerobic و anaerobic. ماكو فت single organism نقدر نعزله ونشوفه. واضح؟ The obstruction العفو. The obstruction of the appendix lumen have been widely held to be important and some form of luminal obstruction either by fecal or stricture. Is found in majority of cases. Rarely foreign body is incorporated into a mass. هاش المعناها شباب. The most common cause of appendicitis هو luminal obstruction. يعني شنو luminal obstruction؟ يعني هذا هاي الابندكس هنا صار بها obstruction انسدت. The most common cause ها. شنو هو ال causes مات ال obstruction نفسه؟ أولاً فيكوليث هذه. يعني شنو في كوليث؟ يعني هارد ستول مو هذا السيكم هارد ستول جت ستول هنا تجمعت صارت هارد ستول مثل الحصوايه سدت هذه المنطقه هذه الموست كومن.
ممكن اكو شنو ماس قبل شوي حكينا قلنا ماس بالسيكم تسد لي هذه المنطقه، ممكن نفسها الابندكس من ناصر بها ماس قلنا كارسينويد يسدها، ممكن شنو خلينا نقرا بعد خلينا نكمل، ممكن الليمفاتيك تشو يسد لي اياها. اوكي the incidental finding of fecalith، شوفوا هذه الفيكوليث is the relatively indication of prophylactic appendectomy on interval of appendectomy in patient treated conservative obstruction of the appendicular orifice by tumor، ممكن قلنا tumor particularly carcinoma of the cecum، هاي قلنا عليها is an occasional يعني همات ممكن سبب يعتبر. The cause of acute appendicitis in middle age and elderly patients، شوفوا هذا الالدرلي قلنا لازم نخلي بالنا من السيكل ماس، ممكن intestinal parasite هذا يعني دودة تروح بالانتستين تسد لي هذا اللومن، فنفس الفكرة هم تجينا بينسايتس اللي هي مثال عليها الأوربيكولاريس فيرميكولاريس العفو البين وورم دودة الدبوسية كان بروليفريت ان ذا ابندكس ان اكلود ذا لومن. المهم جاي شوفون هذه الفيكوليث هنا كانت مسدودة الجسمة سادت لي الابندكس سوت لي اكلود ابندكس، هذا شو نسميه هذا اخوان؟ هذا نسميه الميزو أبندكس. أوكي مثل البطانية اللاطشة بالأبندكس. واضح أخوان؟ هسا نخلي ببالنا شنو الكوز مال أبندكسيتس؟ أوبستراكشن. خاف عايز أنه شنو النوع الأوبستراكشن؟ الموست كمان في كوليث، بعدين تيومر، بعدين الليمفاتيك بروليفريشن، بعدين أكو شنو الانتستانال وورم. ممكن أكو حتى يقولون السيد فروت سيد، يعني شنو فروت سيد؟ فروت يعني فواكه، سيدز يعني شنو البذور مالتها، يعني دائما يقول لك هذا اللي ياكلون حب شمس او اللي ياكلون فواكه هو هن وكشورهن، ممكن هذا القشر يروح يسد اللومن ويسوي له كوتا بينديسايتس، بس هذه همات يعني نظريات. واضح شباب؟ هسه نجي هنا الشغل راح يبدي، هنا لازم تركزون وياي شباب، هذا السلايد انا ضايف لكم اياه لمجرد حتى تفتهمون الباثولوجي مالت الابندسايتس، شلون جاي يصير الابندسايتس؟ اول شغله اتفقنا انه شنو هذه اوبستراكشن صار هنا انسداد، يعني من انسدت هذه الجوه ايش راح يصير؟ تدرون الابيثيريال تشيو مالتنا بي جوبلت سيل تطلع فدي ميوكس، دائما ميوكس حتى شنو حتى تغسل الابيثيريال مالتنا وتطلع لي برا، فهنا شنو هناك اوبستراكشن باب وانسدت واكو فد مجري مفتوح بالباب، ايش راح يصير؟ راح يجمع الماي بهذه المنطقه بالكلوز سبيس هذا بالابندكس اللي هو الميوكس هذا، تشوفون يتجمع من يتجمع هذا، خلينا نرسم هنا هذه السواء راح تتجمع ايش راح تسوي؟ راح تسوي برشر على الوول لان هنا هاي منطقه مسدوده، برشر على الوول تقوم تدفع الحائط منها الحائط شنو اكو بيجا تشوفون هذا اكو ارتري، طبعا ويكون ارتري اكو فينز، واضح؟ فايش راح يصير؟ شوفوا هنا بروكسيمال اوبستراكشن، بروكسيمال يعني اقصد به هنا من فوق قريبه، ابندكولار ابندكس از ديستند تكبر الابندكس، ايش راح يصير؟ راح تجعص على البلد سبلاي مالت مالتها اللي هو صاير وين؟ صاير وين الوال يمشي، راح ينجعص البلد سبلاي، من ينجعص البلد سبلاي بعد ماكو بلد سبلاي يوصل للمنطقه هذه، فايش راح يصير؟ راح يصير ميوكوزال التريشن and with extension of inflammatory process، راح يصير inflammatory process راح يصير mucosal alteration، يعني الحائط يقوم يتكسر شوية ليش؟ لأن ماكو دم جاي يجي، خلايا ما جاي تتغذى، فصير alteration يعني تتقشط الحافة مال الحائط. واضح شباب؟ وش تحقق تعريف الابندسايتس؟ فيصير عندي AA اللي هو acute appendicitis. اوكي الacute appendicitis بيها fade يعني شنو؟ يعني مصير، وين بالمحصلة وين تصير يعني؟ اما يا سبحان الله هذه الاوبستراكشن يطلع يتحرك يروح الاوبستراكشن فصير ريزوليوشن. اوكي اما لا هذا يبقى لاطش هذا، بس شو يصير بيها؟ يصير بيها ميوكوسيل يعني شنو؟ يعني اكيوميليشن اوف باس انسايد ذا ابندكس، بس ما ويها انفلاميشن بس باس. اوكي احنا من نقصد هنا بنقول اكيد ابندكسايتس يعني انفلاماتوري بروسس. واضح شباب؟ وطبعا هذه الميوكوس هذا بمنطقه ظلمه، هذا الميوكوس تجمع هنا بمنطقه ظلمه راح يصير شنو؟ جود ميديا فور بكتيريال بروليفريشن، البكتيريا تحب هذه المنطقه، منطقه بها ميوكوس رطوبه وظلمه تتكاثر بها البكتيريا فتسوي لنا اكيد ابندكسايتس. واضح؟ او اذا استمرت هذه العمليه ما طابت او ما عالجناها وما صار بها ريزولوشن او ما صارت ميوكوسيد، ايش راح يصير شباب؟ قلنا هذا البلاد سبلاي راح ينقطع، فهذه المنطقه من هنا بعد ما بيها بلاد سبلاي، نهايه كل اورجان ما بيه بلاد سبلاي ايش راح يصير؟ راح يصير جنجرين. واضح؟ فالجنجرين ايش نقصد بيه؟ منطقه ميته، فايش راح يصير؟ كانما هذا الحائط قلنا عليه مال الغرفه، الحائط هذا صار بي طابوقات رشيشات، اول ما تقتلن هيك يندفعن يصير شنو؟ يصير بيرفوريشن. فاما جنجرين يصير
وبلاس ماينس يعني اما وياها شنو بيرفوريشن. بيرفوريشن يعني ينفتح تنفتح هذا هذا ثقب يصير بها الابندكس فيطلع البص وين للابدومينال كافيتي. من يطلع البص للابدومينال كافيتي اما تبي مصيرين اما هذا جاي تشوفوها الجريتر اومنتم اللي هي هذه مثل البطانيه مشموره هيك من فوق ونازله لجوه على الابدومن كلها نسميها البوليس مان اوف ذا ابدومن يعني الشرطه مال المرور مال الابدومن. وين ما اكو مشكله عركه تروح هيك تشيل عليها. فوين ما اكو فد مكان بي بيرفوريشن بي باس ما ادري شنو يروح شو تسوي تروح الاومنتم تشيل عليه هيك تحاول تحوطه حتى ما ينتشر. فايش راح يصير عندي اذا صار بيرفوريشن اما تجي الابندكولر العفو الجريتر اومنتم هذه تروح تشلب على هذا البص اللي طلع والبيرفوريشن وعلى الابندكس فايش تسوي لي تسوي لي ابندكولر ماس مثل الماس جغده هنا هيك تجي الاومنتم تلتم عليها نسميها ابندكولر ماس. هذا اذا ما عالجناه فممكن المريض اصلا يجيك هو ابندكولر ماس اذا ما قال لك انا ما اريد عمليه اروح البيت اطيب وحدي يرجع يجيك ورا كم يوم تلقاها هنا جغده صايره. هذا من جاي هذا جاي من الجريتر اومنتم حوطه المكان او لا الجريتر اومنتم بيها مشكله ضعيفه مثل شرط المرور اللي عنده ضغط وسكر وهذا هذا وين يقدر يركض او يقدر يوقف يمشي السير ما يقدر فهذه تكون ضعيفه. ايش راح يصير فالباص هذا اللي طلع ميوكس راح ينتشر بكل الابدومينال كافيتي يروح الابدومينال كافيتي شو يسوي لي يسوي لي جنرالايز بيريتونايتيس يروح للبريتونيوم اللي هو اللي يغلف كل الاورجان من الاخير يروح يسوي بيه شنو يسوي بيه انفلاميشن نسميه جنرالايز بيريتونايتيس. واضح شباب هذا هو الفيت المصير مال الابندكس. فهمناها شباب شلون صارت واخر شيء شنو مصيرها لازم تفهمون ذن الابندكولار ماس كلش مهمه تفهمون شلون صارت. واضح شباب هسه احنا حكينا هذا الحكي بس راح اعيده بشكل نظري حتى هاي استعداداتكم انا ذاكر استعداد انا ضايف لكم اياه. فالاوبستراكشن اوف ذا ابندكولار لومن سيم تو بي ان اسينشال فور ديفلوبينج اوف ابندكولار جانجرين اند بيرفوريشن هذا فهمناه. لمفويد هايبربليجيا نارو ذا لومن اوف ذا ابندكس ليدنج تو لومينال اوبستراكشن قلنا اللمفويد ممكن هم يسوي ان اللمفويد هايبربليجيا وانس اوبستراكشن اكر اذا الاوبستراكشن صار شلون من ساعه بدايه السلايد اول نقطه قلنا بروكسيمال اوبستراكشن ايش راح يصير كونتينوس ميوكوس سيكريشن ميوكوس سيكريشن بداخل الابندكس مستمر اند انفلاماتوري اكزوديت انكريز ذا انترا لومينال بريشر يزداد البريشر اوكي اوبستراكتنج ليمفاتيك درينج اند بلاد سبلاي اوكي ايش راح يصير راح يصير اوديما اند ميوكوزال التريشن وراها develop with bacterial translocation to the submucosa الدور تجي البكتيريا قلنا لان تحب هذه المنطقه resolution may occur at this point بهاي المنطقه انه ممكن يصير بها resolution عن طريق هذا الابستراكشن ممكن يروح يعني هذا لحسن الحظ يعني اذا مرض عنده حظ if the condition is progress اذا condition بقت further distension of appendicular of appendix may cause venous obstruction and ischemia of the appendicular wall قلنا الوال راح يصير فيه اسكيميا لان راح ينجعص الفينوس والارتريال اول شيء الفينوس لانه ما بي ماسكولار لاير بسرعه ينجعص بعدين وراء الارتري with ischemic necrosis of the appendicular wall producing شنو جانجرين appendicitis دور يصير جانجرين بالوال قلنا الحائط بس تقول هيك الدور يندفع with free bacterial contamination of the peritoneal cavity بعدين راح يصير perforation تطلع وين للبيريتونال كافيتي alternatively the greater omentum شوفوا greater omentum اذا اجتي وكانت قويه ومسيطره and loop of small bowel become adherent تجي تشلب with an inflamed appendix walling off the spread of peritoneal contamination تمنع الكونتينيوشن مال البيريتونال كونتامينيشن واضح and resulting in phlegmus mass or paracicular abscess اما ماس او ابسس تصير واضح rarely appendicular inflammation resolve leaving a distended mucus filling organs term a mucosal of the appendix قلنا ممكن هو الانفلاميشن يروح بس يبقى الاوبستراكشن فالابندكس تصير متروسه شنو متروسه ميوكوس نسميها ميوكوسيل واضح اخوان هذا هو الباثولوجي كلش ضروري تفتهم احنا من ساعه اتفقنا قلنا ممكن اكو ناس يصير عندهم بيرفوريشن وهذا البيرفوريشن تجي لجريتر اومنتا متحوطه اوكي وتنهي الامور تسوي لي فد ماس صغير تمشي الامور او لا ممكن هذا يروح يسوي جنرال بيريتونايتس. من هم الناس اللي يصير عندهم الاومنتم وتشلب بي وتنهي الامور ومن هم الناس اللي يتطورون انه يصيرون جنرال بيريتونايتس الاشياء الاتيه الاكستريم اوف ايج اللي هم التشيلدرن والالدرلي يعني الناس الكبار كلش والصغار كلش ليش لانه بالصغار الاومنتم اندر ديفلوب يعني بعد ما متكونه فهذول بسرعه صار عندهم ريسك مال بيرفوريشن واضح الالدرلي
الاومنتم مالتهم مو بعد اندر ديفلوب وانما تعبانه كبيره وتعبانه. الاميون كومبرمايز او اميون سبرشن مثلا جماعه الدي ام جماعه الكانسر اللي ياخذون ستيرويد هذول المناعتهم ضعيفه فالاومنتم مالتهم هم تكون ضعيفه. الدايابتيك ميلايتس قلناها في كولث اوبستراكشن كل ما الكوز مال الاوبستراكشن هو عباره عن في كولث هذول هم عندهم ريسك مال شنو مال بيرفوريشن اوكي. بيلفيك ابندسايتس هم نفس الشيء بيلفيك ابدومينال سيرجري هذول اللي قديما يعني مثلا وحده مسوي سيزيرين سكشن يعني نسميها هذه شو اسمه بريفيوس ابدومينال سيرجري مسوي فد 3-4 عمليات قيصريه هذا يصير ادهيجن يعني باول تجي تلطش على الثاني عن طريق فايبروس تشو هاي فهذا يكون ريسك مال بيرفوريشن ليش لان تكون ويكنس اكو بال بال بالوول مات الابندكس. واضح شباب هذول كلش مهمين خليهم بالنا من نشوفهم يعني من نشوف واحد عمره كلش كبير اخاف من عندما اخر العمليه مالته بسرعه اسويها ليش لانه ريسك مال بيرفوريشن لان الاومنتم مالته مو تمام. واضح اللي دايابتيك هم مات نفس الشيء وهكذا وضحت. هسه راح نجي شلون راح نشخص الابندزايتس خلوا ببالكم هنا هم مات موضوع هذا كلش مهم ولازم نعرفه واحد من اهم الاوبجكتيفز اللي راح ناخذها بالمحاضره. اول شيء قلنا كلينيكال معناها شنو معناها هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن ثلاث شغلات احتاجها حتى اشخص بس الهيستوري اكزامينيشن اهم شيء عندنا بالابندسايتس. واضح فاول شيء الهيستوري ذا كلاسيكال فيتشر بينج بوري لوكالايز كوليكي ابدومينال بين اللي هو ميد جت فيزرال ديسكومفورت هذا راح اشرح لكم اياه هسه على كيفي حتى تفهمون شنو معناه. The pain is frequently first noticed in the pre-umbilical origin. يعني أول ما يجي المريض يقول لك أنا عدي من تجي يقول لك عدي ألم بطني. عمي وين الألم؟ تريد تأخذ من عنده history؟ أوكي؟ يقول لك الألم poorly localized colic abdominal pain mid gut visceral discomfort. هذا نخلي جواها خط نسميه mid gut visceral discomfort. هسه راح نشرحها على كيف. The pain is frequently first noticed in the pre-umbilical region. ده مدارس الصورة يقول لك بده هنا. Central abdominal pain is associated with anorexia. Anorexia, ها. Anorexia يعني فقدان للشهية. Nausea, لعبان نفس شوية. And usually one or twice episode of vomiting that follow the onset of pain. شوفوا, بس شوفوا. تهموا. أول شيء بدأ عدى الألم. بعدين شنو؟ Follow the onset of the. بعدين يصير عدى vomiting. It's usual and constant clinical feature, particularly in children. With progressive inflammation of the appendix, the parietal peritoneum in the right iliac fossa become irritated. هنا راح نروح علما للparietal peritoneum يصير بي irritation. Producing more intense, constant and localized somatic pain that begin to predominate. أنا ما راح أحكي لكم راح أحكي لكم بالسلايد الجاي. كل هذه القصة بهذا السلايد راح أحكيها بالسلايد الجاي. حتى تتهمون شنو معنى visceral midgut, visceral discomfort. وشنو معنى بالبدايه شوي عندي الم هنا وما بوري لوكلايز شوفوا بور لوكلايز ما يقدر يحسه شنو بعدين صار بالرايت اليك فوستا انتقل من البرامبلاكر صار بالرايت اليك فوستا سميناه شيفتنج بين شوفوا صار لوكلايز ليش صار لوكلايز ليش هنا بور لوكلايز صار لوكلايز صار كونستانت وصار مور انتنس اوكي وسميناه سوماتيك بين شنو الفرق بيناتهم تعالوا وياي بالسلايد الجاي تفهموها 100%. شوفوا شباب عيني بالنسبه لنا احنا الابندسايتس الالم مالتها من يبدي الابندسايتس يبدي المها هنا بير امبلايكل دائره مدار الامبلايكل بعدين وين يروح شوفوا يروح يبدي هنا يصير له مور لوكلايزيشن بالرايت هذا رايت اليك فوس ليش جاي يصير هذا الشيفتنج سميناه شيفتنج معنى كلمه شيفتنج يعني معناه البين ابير ان وان سايد and disappear in this side and appear in the other side يعني ظهر بمنطقة اختفى من هاي المنطقة طلع بمنطقة ثانية. واضح هذا نسميه shifting pain shifting. زين ليش جاي يصير هذا الحكي بالابندسايتس شنو المشكلة وين المشكلة هنا شوفوا شباب مثل ما تعرفون البريتونيوم مالتنا البريتونيوم بقسمين قسم يسموه visceral وقسم يسموه parietal. الفيزرال اخوان هذا شنو الفيزرال الفيزرال مثلا هذا الاستومك هذا الاستومك هو يحيط داير مدار هاي الاستومك نسميه فيزرال يعني داير مدار الاورغان يغلفها مثل البطانيه تغلف الاستومك الابندكس هذه يحيطها هو داير مدارها اكو شنو اكو فيزرال هو من اسمه فيزرال يعني على الاورغان. واضح فهمناها هنا واضح الامور هذا البريتونيوم اكو نوع من انواع البريتونيوم الثاني اللي هو نسميه بارايتال بريتونيوم هذا شنو البارايتال بريتونيوم هذا هذا مو هذا الاورغان هذا الاستومك
هذا الانتستين من هنا هيجي هذا البنكرياس هذا ما اعرف ايش هاي هذا شي يسوي البارايتال بريتونيوم يحيطهم كلهن من برا فهمناها شباب بارايتال كليتهن من برا الفيزرال لا بس على اورجان بطانيه اوكي زين الفيزرال هذا سبلاي باي شنو باي اوتونوميك نيرف اوتونوميك نيرف تعرفون الاوتونوميك نيرف يختلف عن السوماتيك نيرف الاوتونوميك اللي هو البين مالته نسميه بورلي لوكالايز يعني ما تقدر تحسه شلون واحد بينصير عنده مغص بمعدته ما يقدر يقول لك الالم هنا انا لا يقول لك بطني كليتها ما جاي يقدر اميز ما اقدر اميز نسميه فيزرال بين او يعني اللي هو فيزرال نيرف يغذيه او يسميه اوتونوميك نيرف فهمناها شباب ما تقدر تحسه واضح هذا هو الفيزرال فاذا صار مثلا هذا الابندكس صار بها انفلاميشن من هو اول واحد يتاثر الغطاء مالتها اللي هو الفيزرال ابندكس فش راح يصير الالم مالته شلون راح يكون بور لوكالايزد ما يقدر يميزه او ما يقدر يحسه بعد اللي هو سبلاي باي اوتونوميك نيرف بعد شنو المشكله بالفيزرال بين هو ريليتد للامبريولوجيكال اوريجين يعني شنو ريليتد للامبريولوجيكال اوريجين يعني احنا من نريد يتكون الجي اي تي مالتنا يتكون عن طريق ثلاث شغلات اول شيء نسميها فور جات هذه يعني الجسم من نريد يكون الجي اي تي من احنا بطن امهاتنا يتكون عباره عن ثلاث حلقات هاي حلقه وهاي حلقه وهاي حلقه الحلقه الاولى نسميها فور جات الحلقه اللي بالنص نسميها ميد جات الحلقه اللي جوا هاي اند جات اوكي شباب الفور جات تكبر تطيني شنو تطيني الاستوماك الاوزوفيغاس ما اعرف ايش الميد جات ايش تطيني الاليام تطيني الابندكس الهاي اند جات يطيني الركتام يطيني الانس يطيني السيجمويد اوكي فاحنا شنو الفيزرال بين يرجع المن يرجع لاصله شلون هذا اقول لك ارجع لاصلك فاذا صار خلل بالاستومك اول واحد يعني راح يتاثر الفيزرال بريتونيوم مالتها الفيزرال بريتونيوم سبلاي باي اوتونوميك نيرف الاوتونوميك نيرف هو اول شيء هو بور لوكالايز ما تقدر تميزه تحسه بايدك هاي اولا الشغله الثانيه يرجع للاصل مالته فاذا كان الاصل مالته فورغات الالم وين يصير هنا أنا. جاي شوفون هذه فورغات بهذه المنطقه اذا كان ميدغات يصير دائر مدار الصره اذا كان هاي دغنت يصير جوا الصره فوق الجينيتيه واضح شباب يعني فهمنا الفكره اخوان هذا كلش مهمه تفهموها هذا نسميه فيزرال بورلي لوكالايز بين واضح هذا اللي يفسر لي بالبدايه مال الابندكس من يصير الم عندي وين يصير دائر مدار الصره ليش راح اسالك انا ليش تقول لي بيكوز ذا ابندكس firstly irritate the visceral peritoneum which is surrounded the appendix itself when the visceral peritoneum is irritated it is supplied by autonomic nerve which is poorly localized and related to its embryological origin اللي هو وين بالميدغات الميدغات وين البين يصير مالته يصير داير مدائر الصره واضح لذلك هذه بالبداية أوكي صراحة أقول لك أوكي زين بعدين ليش الألم ينتقل من دائرة الصرة يصير لوكالايز ويصير مور لوكالايز وكونستانت والمريض يقول لك هنا الألم يأشر عليه هناك يقول لك ما أقدر هيجي يحس هي هاي إيده هيجي ما يقدر يحس بالضبط يحدد البين ليش لأنه هو بور لوكالايز أوتونوميك نير زين ليش بعدين ينتقل لهنا راح أقول لك الآتي راح الجواب هنا يكون الابندكس من راح تبدأ تتطور المرحلة تقوم شو تسوي تقوم هذا الارتيشن وين ينتقل على البارايتال بريتونيوم شوفوا يروح البارايتال بريتونيوم والبارايتال بريتونيوم سبلاي باي سوماتيك نيرف which is a spinal nerve سوماتيك spinal وبنفس الوقت شنو هو يكون segmental يعني يغذي سيجمنت كامله يعني شنو سيجمنت كامله يعني مو هذا الابندكس هي جوا صايره يغذي السيجمنت اللي فوق الابندكس المصل ويغذي السكين فوقها يعني حتى المريض يحس الالم بالسكين مالته اوكي سميناها سيجمنتال
واضح شباب؟ يغذي بس هذه المنطقة يغذيها، ويا هو يغذيها فد نيرف يرجع للسباينال كورد نسميه سباينال، واضح؟ يعني يكون مور لوكالايز، يعني ما يقدر يحسه، واضح شباب؟ فهاي هي الفكرة اخوان من من الشيفتنج بين. ليش جاي يصير شيفتنج من البرامبلاكل للرايت اليك فوسة؟ لانه بالبداية يصير روتيشن للفيزرال نيرف، فيزرال نيرف يرجع للامبريولوجيكال اوريجين اللي هو البور لوكالايز واوتونوميك برامبلاكل، بعدين الروتيشن مستمر يروح شو يسوي؟ يروح يسوي روتيشن للبارايتال بريتونيوم. البارايتال بريتونيوم اخوان اللي هو سبلاي باي سيجمنتال نيرف سباينال نيرف، او مو اوتونوميك، اوكي سوماتيك نسميه، واضح؟ اللي هو يكون شنو الالم مالته؟ يكون مور كونستانت ومور لوكالايز وبنفس المنطقه نفسها، ما يرجع للامبريولوجيكال اوريجين مالته، واضح؟ فهمناها هسه هذه خلطه صارت عليكم، بس على كيفكم رجعوا بالفيديو راح تفهموها حتى بين لكم الفكره مالته ليش جاي يصير هيك. هسه راح نرجع نعيدها على السريع. الابندسايتس البين مالتها من هنا يبدي بعدين ينتقل لهنا. ليش؟ لانه اول شيء الابندكس هذا جاي تشوفون هذه سبلاي باي فيزرال نيرف اللي هو يعتبر اوتونوميك، الاوتونوميك يكون بورلو لوكالايز ويرجع للامبريولوجيكال اوريجين، هنا يحس الالم. بعدين شو يصير بيه؟ بعدين الروتيشن يستمر، وين يروح؟ يروح هذا الروتيشن للبارايتال بريتونيوم، يعطيني بارايتال بين عن طريق شنو؟ شوفوا هذا السيجمنتال اوكي، يروح سيجمنتال بالسباينال كورد، المن يصعد لي للبرين يحس الالم وين؟ لوكالايز هنا بهذه المنطقه ويكون مون انتنس، واضح؟ هذا هو الامبريولوجيكال اوريجين، قلنا الفورغات هنا الالم يحسه اللي هو بالاوتوفيغاس الميدودونوم بنكرياس سبلين جول بلادر ليفر، الميدغات اللي هو يا هو ديستال دودونوم انتاير سمول انتستين اسيندينج كولون تو ثيرت اوف ترانسفيرس كولون، والبقيه هنا حاط لكم اياها، واضح شباب؟ اتمنى وصلت الفكره عندكم. فهسه على كيفنا نقرا فهمنا كل الموضوع. Patient often report this as an abdominal pain that is shifted and change in the character. شوف حتى الكاركتر تتغير، بالبداية كان ألم vague more localized، بعدين يقول لك هذا الألم كلش قوي هنا. Typically coughing or sudden movement exacerbate the right iliac fossa pain. طبعا هنا كل ما البيشنت قح كل ما الابندكس شو يسوي؟ طخ وين؟ البارايتال بريتونيا، فاستوى عنده ألم، واضح؟ قح صار انكريز بالانترا ابدومينال بريشر، انجصت الابندكس وين؟ ويا البارايتال بريتونيوم، صح حس المريض بألم هنا او كل ما يتحرك، لذلك ابو الابندكس يحاول ما يتحرك على كيفه من يجي بالطوارئ، واضح؟ ذا كلاسيكال، شوفوا هالمعلومه كلش مهمه، ذا كلاسيكال فيزرال سوماتيك سيكونس، هذا اللي قلنا عليه اول شيء بالفيزرا بعدين تروح للسوماتيك سيكونس اوف بين بريزنت اونلي ان اباوت هالف اوف ذوز بيشنتس سبسيكونتلي بروفن وذ اكوت ابندكسايتس. يعني هذا الحكي اللي حكيناه كليته الشيفتنج بين مو بكل المرضى وانما 50% من عندهم. اتيبيكال برزنتيشن، شوفوا اتيبيكال برزنتيشن اكو يجون انكلودينج بين العفو ذات بريدومينتلي سوماتيك اور فيزرال اند بوري لوكالايز، يعني ممكن اما هو كليته يجيك بوري لوكالايز اما يجيك كليته سوماتيك، لان قلنا هذني اتيبيكال نسميه. اتيبيكال بين از مور كومن ان الدرلي، بالالدرلي ان هوم لوكالايزيشن ان ذا رايت اليك فوستا از ان يوجوال. An inflamed appendix in the pelvis may never produce somatic pain involving the anterior abdominal wall, but may intense causing suprapubic discomfort or tenesmus. Tenesmus يعني البيشنت يروح للتواليت يحس روحه يريد يعني يعني يسوي خروج، بس شنو؟ بعدين من يطلع يحس روحه ما مكمل فيرجع، يسميها تنزمس. ليش؟ بالبيلفيك ابندكس حكيتها قبل شوي، يعني قلت لكم لان البيلفيك ابندكس راح وين؟ على الركتم، فتسوي انفلاميشن ويا بالركتم، فالركتم يصير بيه شنو؟ feeling of incomplete evacuation، هذه نسميها تنزمس، اوكي؟ In this circumstance, tenderness may be elicited only in حتى يصير عندك شنو؟ من تسوي بير ركتال اكزامينيشن تفحص الركتم يحس البيشنت عنده شنو؟ عنده تندرنس يعني بين، اوكي؟ And it's basis for the recommendation that rectal examination should be performed on those patients. The patient often give a history of similar discomfort that settles spontaneously. ممكن يعطيك هيستوري يقول لك قبل فترة هم صار عندي هيك وطبت أنا ما عندي شيء. A family history is also useful as up to one third of children with appendicitis have a first degree relative with a similar history. Okay؟ فهمناها شباب هذا بالهيستوري يعني. كم ملخص الحكي هنا؟ سيمتوم يعني هذا الحكي كله ما عليكم بيه، افتهموا لي هذا. سيمتوم of appendicitis عدة ثلاث شغلات كلش مهمات، هذا نسميه ترايت اوف appendicitis. اول واحد اللي هو الكاردينال، يعني شنو كاردينال؟ يعني اهم واحد الكاردينال سيمتوم اللي هي الابدومينال بين، ولازم نعرف الابدومينال بين شنو هو وصفها. اول شيء بيري امبلايكل، بعدين ورا 4 إلى 6 ساعات يصير البين وين؟ بالرايت اليك فوسا، اوكي؟ هذا هو حكينا عليها الابدومينال بين بما فيه الكفايه، وقلنا الفيزرال سوماتيك سيكونس حكينا.
هذه اول نقطه. جاي شوفون هذه بيرن بلاكر بالبدايه, بعدين شنو بين شفت انتظارات لك فوست, هذا كله تحت عنوان شنو ابدومينال بين. بعدين شنو عندنا, بعدين عندنا الانوركسيا. هذه الانوركسيا كلش مهمه, انوركسيا يعني شنو ما يشتهي ياكل. بعدين عندنا النوزيا والفوميتينج, هذين الاثنين هن النوزيا والفوميتينج, هذين كمان المثلث مال الهرم مالتنا. هذين ثلاث سيمتومز اذا ما موجودات هذا مو ابندسايتس, واضح شباب. هذا كلش مهم. الابدومينال بين اللي قلنا عليها لازم تكون بيرامبلاكل بعدين تروح شيفتنج, وقلنا اكو اتيبيكال ممكن, واكو انوركسيا ما يشتهي ياكل, واكو نوزيا. هذين كلش مهمات اخوان, اركز عليها لان هذين يعتمدون على التشخيص. ليش؟ لانه قلنا كلينيكال دايجنوستس. اوكي, هذه المعلومه اضفت لكم اياها. هذا سيكونس اوف سيمتوم ابييرنس هاز ا جريت دايجنوستيك سيجنيفيكانس. يعني من يلي بدت اول وحده, 95% انوركسيا از ذا فيرست سيمتوم. جو شوفون اول سيمتوم لازم تطلع هي الانوركسيا, ما يشتهي ياكل, فولود باي ابدومينال بين اند ذا ليتر فولود باي فوميتنج. مو احنا قلنا ثلاثه هن, اول وحده الانوركسيا لازم تطلع, ثانيا الابدومينال بين, ثالثا الفوميتنج. هذا السيكونس حفظوه. If vomiting precedes the onset of pain, diagnosis of appendicitis should be questioned. هاي خوش معلومة. يقول لك إذا الفوميتينج أول واحد طلع قبل لا يطلع الأبدومينال بين, لازم تفكر بغير differential diagnosis اللي هو بالعادة يكون medical مو surgical. يعني medical cause كان يكون DKA, كان يكون gastroenteritis, أول شيء يتقيم بعدين يصير عنده الأبدومينال بين. أوكي, احنا هنا بالابندسايتس شنو اول شيء, انوركسيا ابدومينال بين فوميتنج. هذا السيكونس تحفظوه يا شباب مثل ما تحفظون اسماءكم, واضح, بحيث بالطوارئ تسال عليه بالهيستوري. اوكي, احنا حكينا على الابدومينال بين, راح نحكي هسه شويه على الانوركسيا. انوركسيا شوفوا نيرلي اولويز بريزنت, لازم تكون موجوده لدرجه, شوفوا لدرجه الكتب شو تقول, تقول دايجنوستس شود بي كويستشن اف انوركسيا از ابسنس. يعني اذا الانوركسيا يقول لك انا اشتهي اكل, انت تحاول انه تبتعد عن الابندسايتس, تقول هذا مو ابندسايتس, فكر بغير ديفرنشال دايجنوستس لهي الدرجه. شوف هالقد ما هي مهمه, ولازم تكون اول وحده تطلع عندنا. ولذلك طلعوا فد ساين سموها همبرجر ساين, هذا مو من عندي والله, ترى بالكتب موجوده همبرجر ساين, بحثوا عنها وشوفوها. يعني شنو همبرجر ساين؟ يعني انت من عندك مريض شكيت بيه ابندسايتس, تجي تاخذ منه هيستوري, تقول له عمو حبيبي هاي راح اجيب لك لفه همبرجر تاكلها لك نفس تاكلها تشتهي لو لا, راح يقول لك والله دكتور ما اشتهي اكل. هذا من ما يشتهي اكل, هذا معناه عندي انوركسيا, وهذه يعني تخلي بالك ان هذا الكيس ابندسايتس. بس اذا قال لك لا اشتهي اكل اني, هذا معناه مو ابندسايتس. اوكي, هذا كلش مهمه. دائما بالطوارئ اذا تريدون تاخذون هيستوري قل اجيب لك لفه, احنا المفروض نسميها فلافل ساين لانه عندنا لفات فلافل هنا. اوكي, هم بالغرب عندهم همبرجر فسموها همبرجر ساين, واضح. هذا الانوركسيا. الفوميتينج هو اخر واحد يطلع بالسيكونس, وبالعاده البيشنت وانس تو توايس فوميتينج, قلنا مو كلش هواي. ديسبايت اباوت 75% اوف بيشنت ابندسايتس فوميت اتس نايذر برومينت نور برولونج, يعني حتى اذا طلع فوميت وانس تو توايس فوميتينج از مور كومن بالتشيلدرن. بالتشيلدرن هذه لا, نخلي شوي الفوميتينج يكون هواي بالتشيلدرن, خلوا هاي باركون معلومه بعدين نرجع لها, واضح. هذا هو السيمتوم, حكينا بس السيمتوم, المفروض نعرف شنو السيمتوم والساين ماخذيها المفروض, يعني نرجع نعيد البيزكس مالتكم. فاول شيء الانوركسيا, والانوركسيا بيها الهمبرجر ساين, بعدين الابدومينال بين, الابدومينال بين قلنا برام بلاكر, بعدين نروح للرايت اليك فوستا وعرفنا ليش. اوكي, بعدين شنو الفوميتنج اللي هو وانس تو توايس, هذا فيما يخص السيمتوم.